اليوم نحكي عن تحريف المنهج الفلسطيني من قبل العدو الصهيوني. لا لا ثم لا لتحريف المنهج الفلسطيني. المنهج الفلسطيني أساس المنهج الطالب الفلسطيني. إحنا بنغرس بكل طالب فلسطيني منذ صغر حبه لأرضه لوطنه للمنهج الفلسطيني. بنغرس فيه القيم الفلسطينية، بنغرس فيه العلم الفلسطيني. فاليوم جميع طالبات مدرسة المراقبة الأساسية المشتركة بها بنغرس فيهم الثوب الفلسطيني اللي أنتم شايفينه حواليا. فالمنهج الفلسطيني هو منهج نتراجع بنحافظ عليه بدمنا وبروحنا وفدائنا. نحن كمؤسسة تربوية تعليمية حريصين دوما على مساندة أهلنا في القدس الشريف ومنددين ورافضين لأسرة المنهاج الفلسطيني، وندعو إلى سيادة المنهاج الوطني الفلسطيني متمسكين بثوابتنا الوطنية وأقصانا الشريف ولا لتهويد الهوية الفلسطينية ومناهجنا الفلسطينية. إسرائيل مش هيقدروا يغيروا المنهج الفلسطيني، وفلسطين تاج على الرأس والقدس عاصمة فلسطين.